ازيكم عاملين ايه؟ مين فينا ما بيستخدمش الموبايل والانترنت في كل ثانية من حياته وهو نايم وهو صاحي قبل ما ينام او لما يصحى من النوم وهو سايق وهو في المحاضرة دكتور قاعد بيشرح واحنا بنشوف مين عمل لنا شير ومين عمل لنا لايك على الصور بتاعتنا والحاجات دي كلها. في مصطلح عالمي اسمه فومو، fear of missing out. احنا بقينا خايفين تفوتنا حاجة، مش قادرين نسيب الموبايل، خايفين تفوتنا اي حاجة من الاحداث اللي بتحصل. مين عمل لنا لايك، مين عمل لنا شير، مين عمل لنا كومنت. في 2013 كنت سوشيال ميديا مانجر وبرودكاست اي تي مانجر لتي في نتورك كبيرة. جت في دماغي فكرة، ليه الهاشتاج تويتر بس اللي بتستخدمه؟ ابتديت أفكر أشوف الهاشتاج ليه السيمبل بتاع الهاشتاج بيعمل إيه على الإنترنت عامة، على البلاتفورمز المختلفة. لقيت إن الهاشتاج بيسبيسيفاي السيرش، يعني لو عندي كونتنت معين او اي كونتنت، فيديو كونتنت او اي حاجه، بكتب قبل الديسكريبشن اللي انا بعمله هاشتاج. هقول لكم مثال على طول عشان ما نطولش. كان في برنامج معين يعني اسمه جر شكل على سبيل المثال. لو دورت على الانترنت على يوتيوب او على جوجل سيرش او على اي سيرش انجن، كتبت جر شكل من غير هاشتاج ولا اي حاجه، هيجي لك الكونتنت الاول وبعدين هيجي لك حاجات ريليتد بكلمه جر وكلمه شكل والدنيا هتبقى عايمه كده في بعضها. فجربت اعمل هاشتاج جر اندرسكور شكل وحطيت التايتل ده بالفيديو ده على اليوتيوب. بشوف بعمل سيرش بعدها بالهاشتاج، لقيت ان الفيديو ده الوحيد اللي طلع لي على يوتيوب وعلى جوجل، الوحيد، ما طلعش حاجه تاني. من هنا فهمت الالجوريثم بتاع الهاشتاج هيمشي ازاي وهيتعمل ازاي. جربت التجربه، حطيتها في علبه كده وكنا داخلين على رمضان. دخلت للبرومو ديبارتمنت قلت لهم انا عايز اعمل برومو مدته 30 ثانيه بيفهم الناس وبيعلمهم الهاشتاج، يدوروا على الكونتنت بتاعنا ازاي بالهاشتاج. وقد كان عملوا البرومو لمشاهده مسلسلاتنا وبرامجنا الحصريه على قناتنا على اليوتيوب. اكتب هاشتاج اسم المسلسل، اكتب هاشتاج اسم البرنامج. بعدها فتره قليله لقيت حد من يوتيوب بيكلمني، في حاجه غريبه حصلت. ايه يا جماعه؟ الكيرف بتاع السيرش مفروض ان احنا داخلين على رمضان الكيرف بيعلى شويه، قال لي الكيرف طالع فيرتيكال. ففهمته احنا عملنا ايه والتجربه كانت عامله ازاي. في الحقيقه ما كنتش عارف ان الموضوع هيعمل اللي في دماغي. يعني الراجل قال لي، احنا بعت ميل بعدها بفتره قليله، قال ان الموضوع بقى كيس ستادي عندهم في يوتيوب، لان هم ما كانوش يعرفوا ان الهاشتاج يعني بيعلي البرفورمانس بتاع السيرش. ولو لاحظنا دلوقتي هنلاقي الهاشتاج في اليوتيوب بيظهر دلوقتي، الالجوريزم اتغير شويه، مش لازم تكتبه في التايتل، بتكتبه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الموضوع بقى كيس ستادي عندهم وبيشكرنا، بيشكر القناه. بعت في الحقيقه ايميل جميل جدا للبورد ان انتوا عملتوا كيس ستادي فظيعه وعملتوا حاجه ما كانتش في دماغنا شخصيا، وكل القنوات بعد كده بقت تقلدكم. حد عارف بقى الهاشتاج اللي بيبقى مكتوب على الكونتنت في التلفزيون اللي هو بيبقى مكتوب فوق هاشتاج اسم مسلسل او اسم برنامج، حد عنده فكره كده بنكتبه ليه؟ طيب اكيد مش عشان ندوس على التلفزيون، اكيد بنكتبه عشان نسيرش على الكونتنت ده في البلاتفورمز المختلفه، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تويتر. لازم
يبقى الهاشتاج ده يونيك شويه، يعني بيقول بيقول لك على الكونتنت نفسه اسمه ايه، فانت بتدور بتلاقي كل الريليتد كونتنت بالهاشتاج ده. في حاجات شويه في الهاشتاج مجمعه كومن كده، كومن بتعمل كومن في كل البلاتفورمز كلها، فيسبوك، تويتر، انستغرام، لينكد ان، يوتيوب. الحاجه الكومن في البلاتفورمز كلها بالنسبه للهاشتاج ان هو بيخلي الكونتنت بتاعك سيرشبل، يعني بيسبيسيفاي السيرش زي ما قلنا في الاول. فيسبوك الهاشتاج المفيد فيه ان هو بيعمل لي اركايفنج للكونتنت بتاعي. تويتر هو عشان يطلع لي ترند او عشان اطلع ترند في تويتر. لينكد ان راجل كده شيك شويه وبزنس مان كده وحاجه يعني يونيك كده شويه، الهاشتاج لازمته في لينكد ان انا بفولو الحاجه الريليتد بالبزنس بتاعي. يعني لو انا شغال محامي، بشتغل مهندس، بشتغل دكتور، بفولو الارتكلز اللي فيها الهاشتاج ده عشان اتعلم واعلم الناس وهكذا. الفرق بين التراديشنال ماركتنج والديجيتال ماركتنج، حد عنده فكره ايه هو الفرق بين الاثنين؟ الفرق بصراحه شاسع. التراديشنال ماركتنج، قبل ما اقول التراديشنال ماركتنج، حد يقدر يقول لي لو شايف اعلان على كوبري اكتوبر، على الدائري، على واتيفر، على التلفزيون، على الراديو، حد يقدر يقول لي كم واحد شافوا الاعلان ده؟ ما اقدرش اقول رقم محدد. الديجيتال ماركتنج حدد لنا شويه وسهل لنا الدنيا شويه. سهل لنا الدنيا ازاي؟ انا بقدر اعرف الاعلان ده مين شافه، ميل ولا فيميل، اتشاف امتى، كل الحاجات اللي انا بتارجت بيها الكلاينت بتاعي او العميل بتاعي بقدر اسوقه ان هو يشوف الحاجات دي فين وامتى وازاي وكل الحاجات دي كلها. لازم يبقى عشان ابقى قوي جدا في الديجيتال ماركتنج لازم اقرا الانسايتس، اشوف الناس بتحب ايه، بتكره ايه، وده بقى سهل جدا. كل البلاتفورمز دلوقتي بتدينا انسايتس لكل الحاجات اللي احنا بننزلها وعايزين نشوفها والحاجات دي كلها. الصور حاجه مهمه جدا في حياتنا. استخدم الصور ازاي؟ كل البلاتفورمز المختلفه عشان ابقى ماشي صح في الماركتنج بتاعي، في البلان بتاعتي، لازم يبقى عندي كده اللوجو بتاعي مفهوم ومظبوط، البراندنج من الاخر. يعني البراندنج بتاعي لازم يكون واضح وصريح، انا بعمل ايه، الوانه مظبوطه. الناس عشان نستخدم اكتر شويه الحاجات مظبوطه على البلاتفورمز المختلفه، محتاجين نبقى محددين الناس عايزه تشوفنا ازاي. انا عايز الناس تشوفني ازاي، وانا عايز مين الكلاينت اللي انا عايز اعمل له تارجتنج. في حاجات كومن كده بين البلاتفورمز المختلفه، البروفايل بيكتشر، الكفر فوتو، شويه حاجات كده هقول لكم عليها، هي حاجات بسيطه وتبدو ان هي واضحه للناس كلها بس ما بنعملش بيها. بلاش يا جماعه نسرق صور من على الانترنت عشان نحطها في بوست معين. انت ما تعرفش الراجل اللي بيصور ده بيقعد 12 ساعه عشان يعمل تايم لابس مثلا، ياخد الشروق وياخد الغروب وانا في الاخر اخد الصوره الجميله دي وابوظها، بحبك اعمل عليها حاجات كده، بوظت التكوين بتاع الصوره. ولازم نتعب شويه، الكوبي رايتس مش مهتمين بيها تماما في مصر او في العالم. يعني ابتدى الموضوع يبقى الكوبي رايتس، الناس لازم تفهم يعني ايه كوبي رايتس، لازم تفهم يعني ايه مطرب بيعمل ألبوم، فنان بيعمل مسلسل، موسيقار بيعمل مزيكا، حاجات كتير جدا احنا بناخدها وبنعملها داونلود وبنضيع حق الناس دي. المحتوى اللي ينزل لازم يبقى فيه كول تو اكشن، انا عايز منك ايه، عايزك تملى لي فورم، عايزك تعمل فيزيت للويب سايت بتاعي اللي فيه السيرفيسز بتاعتي، عايز منك ايه بالظبط، عايزك تخش تتفرج على فيديو، عايزك تكتب لي مسج على واتساب، على فيسبوك ماسنجر، عايز ايه. المحتوى اللي بننزله لازم يكون مختلف شويه،
مع الانفتاح الديجيتال اللي احنا فيه والسوشيال ميديا الدنيا مفتوحه جدا، لازم نحاول نعمل كرييتيف ايدياز شويه. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لكم عليها، ليه نحط، احنا عندنا حاجتين في الحقيقه. الفيديو كونتنت دلوقتي بقى الاسبكت ريشيو بتاعته كتير جدا، لازم نتعلم ونفهم شويه الستوري المقاس بتاعها عامل ازاي. هو المقاس بتاعها فيرتيكال، التايم لاين بتاع الفيسبوك وبتاع انستجرام وبتاع تويتر، كل حاجه ليها اسبكت ريشيو. ما ينفعش اللي بيتحط على فيسبوك هو اللي يتحط على تويتر، هو اللي يتحط على انستجرام، كل حاجه ليها ريشيو. ما ينفعش احط حاجه على الـ على الـ على الـ على التايم لاين هي نفسها احطها على الستوري. هم عاملين الستوري فيرتيكال، فلازم تعملوا الكونتنت بتاعه. كل بلاتفورم ليه السبيكس بتاعته، لازم نتعلمها ونقرا عليها كويس ونشوف ايه اللي ينفع هنا وايه اللي ينفع هنا. اتكلمنا عن الفرق بين الديجيتال ماركتنج والتراديشنال ماركتنج. طيب تاثير السوشيال ميديا علينا بقى عامل ازاي؟ في دراسه اتعملت في جامعه بريطانيه بتقول ان السوشيال ميديا بقى، الدراسه دي اتعملت على 1500 شخص اعمارهم من 14 ل 25 سنه. بتقول ان السوشيال ميديا بقت تعمل لنا اكتئاب وقله ثقه بالنفس وما بناكلش كويس، لاننا طول ما احنا ماشيين واحنا بناكل ماسكين الموبايل بنشوف السوشيال ميديا وبنشوف الاكونتس، بنرد على تليفون، كل ده بيعمل اثار سلبيه علينا، على الاكل، على النوم، على حاجات كتير جدا. فياريتنا يعني نخف على نفسنا شويه من السوشيال ميديا. نعرف نستفيد منها ازاي؟ عايز اقول لكم على حاجه في نهايه التوك بتاعتي. اي حاجه كونتنت انت بتنزله بتعمل له شير، بتعمل له كومنت، بتعمل له لايك، بتعمل له اي حاجه على الانترنت، انت هنا بتحط الديجيتال فوت برينت بتاعتك. يعني ايه؟ يعني بتحط بصمتك. دي حاجه ما بتتمحيش من على السوشيال ميديا. ففي الاخر انت عايز الناس تشوفك ازاي؟ عايز تشوفك راجل ايه؟ عايز ايه؟ عايزهم يشوفوك ازاي؟ طيب فكل الكونتنت اللي انا بحطه لازم ابقى مسؤول عنه. ما ينفعش اشير حاجه من غير ما اقرا التاريخ بتاعها، اشوف السورس بتاعها، الكريديبيليتي بتاعت الحاجه اللي بتعمل، بتنقل الموضوع ده ازاي. يعني بلاقي ناس بتعمل شير لحاجه مثلا في الويذر، في الطقس، يعني يقول لك الجمعه الجايه شديد البروده ومش عارف ايه، تفتح الارتكل تلاقيه في 2013 في 2011. لازم نخلي بالنا كويس جدا، الموضوع بقى خطير جدا، لازم شكلنا عامل ازاي. وفي الاخر اي حد عنده سؤال. شكرا، سي جدا.